اعتني بنفسك، إن اعتناء المرأة بجمالها ونظافتها وشخصيتها فكرا وقلبا وكذلك ببيتها لا ينقص منها في الإسلام شيئا، بل على النقيض خص الإسلام المرأة على ضوابط تخص زيها وجمالها خارج وداخل بيتها، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. صدق الله العظيم. أي لا تخرج بكامل زينتها خارج بيتها إلا ما ظهر منها، وتحفظ بصرها، وترتدي زيها الشرعي من كامل حجاب مستتر نظيف غير ملفت. أما في بيتها فتكتمل أنوثتها بالتزين في بيتها أمام زوجها دون حرج. وفطرة النساء قامت على حب إظهار جمالها والزينة وأن تمتدح. في ذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. صدق الله العظيم. هكذا هي طبيعة المرأة، تنشأ في الحلية والنعومة وتتزين بتاج الإيمان فتشع نورا جمالا، ولا عمر يحكم المرأة في ذلك، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نضمد جباهنا بالمسك المطيب فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها. فهاهن أمهات المؤمنين أشد النساء ابتلاء وحملا لهم الدين ومسؤولية بيت ودين، ولكن اهتمامهن بأنفسهن لا يعوقه شيء، وفيه حفظ لفطرة المرأة، وليس الجمال هو المحور الأصلي. فإيمانك أيتها المرأة المسلمة وفكرك إن لم يكونا زينة لك فلا جمال ظاهري سيغطي عليهما. فالفتاة المسلمة تعرف بدينها وليس ملامح جميلة. والآن الفكر المشوه الذي يصدر للفتاة المسلمة وحب العري وانتشار الفحش وعدم الحياء حتى في ملابسها، التسطيح في الفكر والأخلاق.